التسمم بالكربون. هذه المادة تنتج عن عملية الاحتراق غير الكامل بسبب عدم توفر الأكسجين مثل المناطق المغلقة بإحكام. هذه المادة سامة جداً، خطورتها تكمن في عدم وجود رائحة إلها. من العلامات الدالة على التسمم بأول أكسيد الكربون الشعور بالغثيان، التقيؤ، فقدان الوعي اللي يؤدي إلى الموت في بعض الحالات. دائماً نقول الوقاية خير من العلاج. لما تتجمع العائلة تذكر دائماً الغرفة يجب أن يكون بيها مجال للتهوية عند اشتعال المدفأة، ويجب أن تطفأ قبل النوم